من تونس، انا بحب التونسيين، اول بحب الاكيب التونسي، انا من الشكل التونسي هي طلب في الجابون. انا ما اورا تونس، نحب تونس عشان تونس تنجح تمشي لكاس الافريقي. طب انا ضد الحرب، ما 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 عايز الحرب في تونس. دائما نشوف التونسيين اخواني مسلمين، يعني يضيعوا يومنا لله، اطفالهم ناس كبار ابرياء، مشاكل يعني. شو اللي حاصل في البلد؟ هذا خراب، خراب كتيب كبير من لندميل سانج جوسكو اليوم كم ديزاني ما شفت، ما كويس الحرب، ما كويس سنة سنتين يعني هروب، ما كويس. تونس ليبيا خربت، هسه شايفين لهم تونس انينا شايفين خربت، ليبيا خربت. شو المشاكل؟ جاب شنو المشكلة؟ شنو حلوا لنا المشكلة؟ العالم خليه يجلسوا يشوفوا يحلوا المشكلة. ليه العالم تدي هذا الشعب التونسي يدي هذا الشعب الليبي يدي ليه؟